السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال الموقع دوت بتقدر تجرب المنتجات بتاعت جوجل قبل ما تنزل بشكل رسمي، يعني هو بيديك فرصة ان انت تجرب، وان لو في اي ملحوظات تقولها لهم. من خلال التجربة اصلا هم بيجي لهم فيدباك، فبيقدروا يعرفوا ايه المشاكل الموجودة وبيحاولوا ان هم يحلوها. فمن خلال الموقع دوت انت بتجرب اي تطبيق قبل ما ينزل عند جوجل. على سبيل المثال هو بقى بيبدأ يقولك ايه الحاجات اللي موجودة دلوقتي، تمام؟ زي في حاجه اسمها ماجيك كومبوز، ممكن تلاقيهم مسموح ان انت تشتغل بيها جيت ستارت، وفي حاجات بتبقى جوين ويت ليست، يعني هتحط يجيلك ايميل قبل ما ينزل رسميا بشهر شهرين ثلاثه، بحيث ايه يجربوها بدل ما ينزل ويبقى في مشاكل، تمام؟ ممكن تقول له انا عايز اجرب مثلا ديت. في مثلا خاصيه هي unlock new ways of working with AI، ده هنا هيديك امكانية للسوبر تشارج ليرنينج. وفي واحدة خاصة بتحويل الكلمات لميوزك، دول هما شغالين عليها، تمام؟ فانا اقول له اول ما يبقى فيه امكانية ابعت لي وانا هبدأ اشترك معاكم ان شاء الله. طيب خلينا بقى نشوف، احنا قلنا عايزين نجرب انهي واحدة ديت. هو لسبب من الأسباب مش موجود غالبا، بيبقى عشان الدولة اللي أنت مسجل منها. طيب بيقول لي بقى عشان تبقى تيست للمسج أب، أب يعني تبع جوجل بلاي، فهندخل هنا وبيقول لي اختار بيكام أتستر، يبقى أنت هتبقى من ضمن الناس اللي تجرب التطبيقات بتاعت جوجل قبل ما تنزل. فجاب له اهو يو ار أتستر، إن أي تطبيق قبل ما ينزل هيجيلك رسالة بحيث إن أنت تقدر تشتغل فيه. بيقول لك لو انت ما استقبلتش الرساله دي حمل انت الابلكيشن بتاعنا من جوجل بلاي، تمام؟ فهو مستطب عندي اصلا على الجهاز، لكن ممكن اقول له عايز تطبعه على الجهاز تاني، التابلت والاجهزه بتاعت الاولاد وكده لو انت عايز تجربه يعني. خلاص انت هتبقى من ضمن الناس اللي تجرب المزايا قبل ما تنزل رسم، قبل ما يعلنوا عنها، تمام؟ وهكذا في كذا تطبيق ممكن انت تشارك فيهم، بحيث ايه كل مرة بتدخل هتلاقي حاجات مختلفة، تمام؟ انا كده سجلت برضو ايه ان انا عايز اكون من ضمن الناس اجرب التطبيق ده قبل ما حد تاني يجربه.